مساء الخير يا ولاد، مرحبا بكم في هذه الحصة. وأعتذر على الغياب طويل نوعا ما. دونك مرحبا بكم في هذه الحصة. واش رايحين نديرو؟ طلبا حسب طلب واحدة التلميذة تتبعني، نقولها شكرا جزيلا. دونك نعرفوا باللي على بالنا باللي راهي لا بيريود تاع لي ديفوار، وقريب ان شاء الله لي كومبوزيسيون. كاينين على كل حال، كاينين اللي يديروا مواد جانفي لي برومي ديفوار الفروض الاولى، مي كاينين اللي راهين يديروا دوكا الفروض الاولى في ماده الرياضيات. دونك هنا لي مستوى الثالثه متوسط، داكور. دونك هذا الحصه، هذا لا فيديو خاصه بتلاميذ ثالثه متوسط. فوالا، دونك نديروا مراجعه للفرض الاول في هذا لا فيديو. نديروا جبر، نقسمها على زوج باش ما تكونش طويله. بصح نديرهم اليوم، استاذير جوست نكمل هذه تاع الجبر، تجي تاع الهندسه ان شاء الله. فوالا، دونك لدينا هذا الموضوع، نديروا بعض المواضيع. هذا الموضوع نديروا فقط تمرينين تاع الجبر، ومن بعد نولوا في لا فيديو لا دوزيام نديروا الهندسه. دونك كيما راكم تشوفوا التمرينين، تقدروا ديروا بوز لا فيديو وتحلوهم، ومن بعد تشوفوا لا سويت الحل. داكور، فوالا، هذا هو، هكذا باش تشوفوا التمارين. فوالا، هكذا تشوفهم كومبلي. فوالا، دونك نبداو. إذا بالنسبة للتمرين الأول، ليكون العددان أ و ب، حيث أ يساوي 15/4 ناقص 3/4 قسمة 3، و ب يساوي 3/7 زائد ناقص 1/14. السؤال الأول، أحسب أ و ب، العددين أ و ب. دونك نبداو بحساب أ. هي مجموعة قصور فيها الطرح وقسمة، الأولوية دائما للقسمة والضرب. دونك نديرو القسمة، لو كان يجو القسمة مع الضرب في نفس العملية نديرو حسب الترتيب كتابتها، يعني الأولى ولا جات الضرب الأولى حسب الترتيب نديروها أبار الطرح والجمع، ولا كانت القسمة الأولى نبداو بالقسمة. دونك نعيد كتابة الكسر، هذا ناقص، هنا نقسمو قسمة كسرين، هنا ثلاثة هو 3/1، قسمة كسرين تعود إلى كتابة الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني، مقلوب 3/1 هو 1/3، ثم جداء كسرين هو البسط في البسط على المقام في المقام. أ يساوي 15/4، نقص شوية لا تيليفزيون باسكو حتى تلطو مي جيغي الوليدي، ناقص 3/12. هنا جوزو لتوحيد المقامات، هذا مقامه 12 وهذا 4، دوك 4 هذا لازم يولي 12 باش يرجع 12 نضربوه في 3، وكي نضربو المقام لازم نضربو البسط في نفس العدد. عفوا، 15/3 يساوي 45/12 ناقص 3/12، منه أ يساوي 45/3/12 ويساوي إلى 42. هنا لم يطلب منا اختزال، دونك نتركه كما هو. ثم حساب ب، ب يساوي 28/5. هذه العملية فيها أقواس، دونك الأولوية قبل من الجمع، من الطرح عفوا، من الضرب والقسمة، الأولوية تكون للأقواس، واش كاين داخل الأقواس. ومن بعد تشوفوا هنا لو كان جا عندنا ضرب مع قسمة وطرح وجمع، نبداو من الضرب والقسمة. داكور، في
هنا لازم توحيد المقامات 7 باش يولي 14، نضربوه في 2. دونك هنا ايضا نضربوه في 2، 6 على 14 زائد ناقص 1 على 14 بي يساوي في 6 زائد ناقص 1 على 14 بي يساوي 28 على 5 في 6 زائد ناقص 1 هو 5 على 14. هنا 5 و 14 14 ليس من مضاعفات 5. دونك واش نديرو؟ نديرو واحد العمليه اللي درتها ديجا في لون دي فيديو تاع السنه الثانيه. واش نديرو؟ البسط في المقام، ابسط طريقه لتوحيد المقامات. عفوا اوف نسيت، هنا عندنا الضرب. عفوا خلاص، هنا عندنا ضرب، دونك ضرب البسط في البسط، المقام في المقام. عفوا، دونك 5 في 14، هنا 5، دونك بي يساوي اذا 28 في 5 يساوي 140 على 5 في 14 يساوي 70. و هنا النتيجة تساوي إلى 2. فوالا، وكذا بالنسبة لحساب أ و ب. ثم السؤال الآخر، احسب مقلوب العدد أ. أ وجدناه يساوي 42 على 12. لدينا أ، دونك 42 على 12 صح؟ 12، دونك 2. حساب مقلوب أ. المقلوب قلنا هو واحد على ذلك العدد، هو واحد على كل هذا، ويساوي لازم تكتبوه كي يكون أسئلة كما هذا، لازم توريه للأستاذة بلي تعرفوا المقلوب هو واحد على ذلك الكسر. واحد على هذا الكسر قسمة كسرين، باسكو هذا واحد عبارة عن واحد على واحد، يساوي الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني، ويساوي إذن أ يساوي 12 على 42. دونك مقلوب تاع 42 على 12 هو 12 على 42. ثالثا، معاكس العدد ب. العدد ب لقيناه هو 2، معاكسه هو نفس العدد لكن بإشارة معاكسة. هنا 2 يعني زائد 2، دونك المعاكس ديالو هو ناقص 2. ثم المقارنة، المقارنة بين العددين أ و ب. دونك عندنا أ هو 42 على 12، بلا كنت غلطو، أنا ما نسميوهش أ،